السلام عليكم ورحمة الله. قال وزير التربية والتعليم عبد الله لملس إن المدارس التي تضررت كليا وجزئيا نتيجة حرب الميليشيا وصلت إلى 1700 مدرسة. وأشار لملس في تصريحات صحفية إلى أن المدارس التي تعرضت للدمار بحاجة إلى نحو 50 مليون دولار لإعادة إعمارها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أثر الحرب على العملية التعليمية وجهود إعادة إعمار المؤسسات التعليمية في المناطق المحررة. في العام الثالث للحرب يظهر قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات التي تعرضت للتدمير وبشكل خطير، فبين قصف متعمد للمدارس من قبل ميليشيا الحوثي وإيقاف العملية التعليمية في مناطق المواجهات وعملية التغيير الواسعة التي تنفذها سلطات ميليشيا الحوثي والمخلوع في المناهج والكادر التعليمي، تبدو العملية التعليمية في اليمن بمواجهة خطر يتهدد كل ما أنجزته البلد خلال أكثر من 50 عاما، فيما تبدو المعالجات التي تم اتخاذها حتى اللحظة غير كافية. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. حجم الركام ليس أكبر من حجم مأساة كبيرة متمثلة في تدمير حاضر ومستقبل التعليم في اليمن. تغيب مظاهر النور ويبدأ الظلام المتمثل بالجهل ببسط سيطرته على جيل قادم أو الأغلبية منهم، خاصة في تلك الأماكن التي ما تزال واقعة تحت خط النار والمواجهات. ما كان يشعل الضوء في نفوس الصغار التواقين إلى التعليم يبدأ بالاختفاء، يتحول لدمار وأحجار متناثرة تحمل بين ركامها مأساة جيل كامل غائب عن الوعي والتعليم. واقع الحال يقول إن بإمكان الميليشيا استبدال رصاص الموت المباشر بسم يقتل ببطء أدمغة أجيال قادمة، والاستفادة من جهلهم لغرس أفكار طائفية، ومن ثم استخدامهم كوقود يستمر لأعوام كثيرة قادمة دون نفاذ لتغذية حروبهم المراد بها السيطرة على الحكم في اليمن والعودة لعهد الإمامة ثم ضمان استمرارهم فيه. يستبدل القلم بالسلاح، يترك الكثيرون كتبهم للالتحاق بجبهات القتال، المتارس تحظر كبديل طبيعي للمدارس. أما واقع مأساة التعليم في اليمن من خلال الأرقام فتظهر الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 1700 مدرسة تضررت كليا وجزئيا نتيجة حرب الميليشيا بحسب وزير التربية والتعليم عبد الله لملس. الوزير لملس أشار أيضا إلى أن المدارس التي تعرضت للدمار بحاجة إلى نحو 50 مليون دولار لإعادة إعمارها، رغم أن 60% منها قد تم إعادة تأهيلها في المحافظات المحررة. آلاف المدارس تحولت إلى أماكن لجوء يغيب طابور الصباح فيها، وتحضر طوابير أخرى للنازحين لتصبح صروح التعليم ملجأ لهم. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس. مساء الخير معالي الوزير. يا مساء النور. مرحبا بك معالي الوزير. تحدثتم في تصريحات أخيرة عن ما يقارب 2000 مدرسة تعرضت للتدمير بسبب الحرب، هل هذا يشمل جميع المناطق المحررة في البلاد أم اقتصر على، هل يشمل البلاد بشكل عام أم المناطق المحررة فقط؟ لا بالتأكيد المدارس التي تم التي تضررت كليا أو جزئيا هي في جميع المحافظات الدائرة فيها العمليات العسكرية في جميع محافظات الوطن. نعم. طبعا الحرب كارثية على العملية التعليمية والتربوية، سواء كان من حيث تدمير الكتب أو من حيث تشرد الطلاب أو من حيث نزوح الطلاب والمعلمين من منطقة إلى أخرى، أو من حيث نقص الكتب المدرسية أو من حيث التجهيزات المدرسية التي انتهت والكراسي المدرسية في المدارس. إلا أن كل مع رغم كل هذه الصعوبات وهذا العراقيل وهذه الإشكالات التي واجهتنا، إلا حرصنا في وزارة التربية والتعليم في المحافظات المحررة إلا يخسر طلابنا أي عام دراسي، والحمد لله توفقنا رغم كل الصعوبات والمشاكل التي واجهناها. نعم. حجم ما تم إعادة إعماره من المؤسسة التعليمية في المناطق المحررة وأيضا اليمن بشكل عام.
طبعا في المحافظات المحررة التي تم الانتهاء من يعني العمليات العسكرية التي انتهت فيها تقريبا، وسبق ان قد صرحت بصحيفة الشرق الاوسط بانه اكثر من 60% تم اعادتها تاهيلها من قبل الهلال الاحمر الاماراتي والهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، واخيرا الجمعية الخيرية القطرية في مأرب آخرها 6 مدارس أمس سلموها لمكتب التربية والتعليم في مأرب تم إعادتها وتأهيلها. ويتبقى لدينا تقريبا في حدود 40% من المدارس التي لا زالت هناك. أيضا بعض المحافظات التي لا زالت فيها العمليات الحربية دائرة والتي لم نستطع الوصول إليها، هذه بحاجة أيضا إلى يعني تأهيل وإعادة تأهيل، سواء كان في البيضاء أو في الجوف أو في تعز أو في الحديدة. نعم، هذا فيما يخص البنية التحتية. معالي الوزير، أيضا للكادر المعلمين وأيضا الكتب التعليمية، ما الذي حققتم في توفيره لهذه المدارس التي تم إعادة إعمارها وأيضا إيصال المناهج إلى المناطق الأخرى التي ربما عادها لا زالت تعاني من هذه من الدمار التي ألحقته الميليشيا بالعملية التعليمية بشكل عام؟ فيما يتعلق بالكتاب المدرسي، طبعا هذا العام في صعوبات واجهناها وهي قلة الإمكانيات في طباعة الكتاب المدرسي عندنا في المحافظات المحررة، وتم طباعة مجموعة من الكتب بواقع 25% في مطبعة الكتاب المدرسي في صنعاء، إلا أنه بعض الكتب تم يعني تحريفها، خاصة الكتب اللي تتعلق بالتربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية، وخاصة في الصفوف الأولى من أول إلى الصف الخامس، وسبق وأن صرحنا عنها ومنعناها من التوزيع نتيجة التعديلات التي حصلت. نعم. الآن نحن في الحكومة الشرعية يعني قدمنا خطة لطباعة الكتاب المدرسي في للعام الدراسي 2017-2018 والذي سيبدأ في سبتمبر القادم. الحكومة اليمنية اعتمدت 20% من موازنة طباعة الكتاب، وكلفت وزير التربية والتعليم بالبحث عن مصادر تمويل ل 80% من طباعة الكتاب المدرسي، ووضعنا هذه المتطلبات والاحتياجات امام شقائنا في مكتب تنسيق دول الخليج وايضا المانحين الدوليين، وما فيها ايضا غدا سيعقد اجتماع للمانحين في جنيف بحضور دوله رئيس الوزراء ووزير الخارجيه ووزير التخطيط ورئيس اللجنه العليا للإغاثة، وسيتم اقراء الخطه الاستجابه الانسانيه لعام 2017 يعني يبحثوا على تمويل لها ويدخل فيها التعليم، وحوز التعليم على مبلغ 46 مليون دولار تقريبا. نعم. طيب معالي الوزير، أيضا كان لكم توجيه سابق فيما يخص المناهج التي طبعتها الميليشيا وتم مثل ما تحدثت قبل قليل رفضها لأنها تحتوي على تحريف خاصة في الصفوف الأولى. المطابع التابعة للوزارة وللحكومة الشرعية في محافظة عدن أو بعض المحافظات الأخرى، هل يعني لديها القدرة في توفير ولو النسبة البسيطة من هذه المناهج وفقا للطبعة القديمة التي كانت في عام 2014 وما قبلها؟ نحن نعمل أنه تستأنف عملها المطابع المدرسية في عدن والمقلة لتأمين احتياجات المحافظات المحررة وبعض المحافظات الأخرى بالكتاب المدرسي للعام القادم. أما هذا العام فنحن الآن في نهاية العام الدراسي، وقد يعني بصعوبة يعني من خلال المستودعات رجعنا إلى المخزون المدرسي في كل مدرسة من الكتب التي لديها من الأعوام الماضية، وخاصة الكتب التي طبعت في سنة 2014 والتي لم يمسها أي تغيير. نعم. نحن نأمل أنه المطابع المدرسية تستأنف أعمالها بطباعة الكتاب المدرسي لتأمين الكتاب في عام العام الدراسي 2017-2018. نعم. معالي الوزير، منظمة اليونيسف قامت بدعم بنسبة كبيرة للمنهج الذي قامت بطباعته الميليشيا في صنعاء، وكان منهجا محرفا كما ذكرت، وتم
عدم توزيعه في المناطق المحررة لأنه أصبح محرفا. لماذا لا يكون لديكم تنسيق مع منظمة اليونسف أو منظمات أخرى تدعمكم لطباعة المنهج الذي تقرونه في الوزارة؟ طبعا يعني في كان في انقطاع في الاتصال ولم اسمع الجواب كاملا، لكن احنا نقول ان طبعا اليونسف كانت تعتقد ان ستمول المصابر المدرسيه المركزيه في عدن، وكان في تقريبا في اتفاق مبدئي مع الانقلابيين ان لا يمشوا اي تعديل، وفوجئوا الاصدقاء في اليونسف للتعديلات التي حصلت، ونتيجة ذلك قاموا بإيقاف عملية الدعم في هذا الموضوع. نعم. معالي الوزير أختم معك بسؤال أخير وهو ربما هام جدا، بالنسبة لمنتسبي وزارة التربية والتعليم ورواتبهم، ما هي الجهود التي تبذلونها أنتم في الوزارة من أجل أن يستلموا رواتبهم؟ هناك الكثير من المعلمين مضى على توقيف رواتبهم أكثر من 6 إلى 7 أشهر، أين وصلتم بهذا الملف؟ فيما يتعلق بالمعلمين في المحافظات المحررة يستلمون مرتباتهم شهريا، والصعوبة الآن التي تواجهنا هي مرتبات المعلمين في المحافظات المسيطر عليها من قبل الإنقلابيين. الإشكالية أن الإنقلابيين لا زالوا إلى اليوم يعني يستلموا كل إيرادات المحافظات المسيطرين عليها ولا يريدون تحويلها إلى البنك المركزي في عدن، ويطالبون الحكومة الشرعية بدفع المرتبات للعاملين في هذه المحافظات المسيطر عليها. فهنا المعادلة لا تستقيم، أنه نحن ندفع الشرعية والإيرادات تورد للإنقلابيين لتعزيز سلطاتهم وإخضاعها للمحافظات المسيطر عليها. نعم معالي الوزير، متى ما قامت المحافظة يعني أو خضعت السلطات الإنقلابية على الإنقلابيين توريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي، حينها سوف تقوم الحكومة الشرعية معالي الوزير. ولكن معالي الوزير تعلم بأن الميليشيا هي لا تتعامل بمسؤولية مع أي مواطن يمني سواء في المحافظة المحررة أو المحافظة التي تخضع لسيطرتهم، ولذلك أنتم في الدرجة الأساسية المسؤولون عن توفير رواتب هؤلاء المعلمين. بالتأكيد نحن الحكومة الشرعية والقيادة السياسية أبدت حسن النية بدفع مرتبات العاملين لشهر ديسمبر وفقا لكشوفات 2014، ووصلناها إلى أمانة العاصمة، ووصلناها إلى أكثر من 13 مديرية في تعز، والآن في المرحلة يعني حاليا مع البيضاء والحديدة والثمار يعني في الطريق لإيصالها إلى هناك. نعم، إذا أنتم تعملون في إيصال أيضا رواتب المعلمين الذي في مناطق سيطرة الميليشيا. بالتأكيد، لأننا نحن نريد أيضا أنه يساعدنا المجتمع الدولي في إخضاع هذه العصابة الإنقلابية في توريد إيرادات كما كان الوضع عليه في قبل التحرير. كل المحافظات اللي كانت محررة كانت تورد جميع إيراداتها للبنك المركزي في صنعاء قبل الانتقال الى عدن. نعم. وبالتالي ايضا عليهم الالتزام بان توريد جميع الايرادات الى البنك المركزي في عدن حاليا. اشكرك معالي وزير التربيه والتعليم الدكتور عبد الله لملس على مشاركتك معنا، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، وينضم الينا الان من مأرب وكيل محافظه مأرب الدكتور عبد رب مفتاح. مساء الخير دكتور. مساء الخير الأخي العزيز لك أنت ومشاهدينك الكرام. مرحبا بك دكتور. في البداية صف لنا الوضع العملية التعليمية والقطاع التعليمي بشكل عام في محافظة مأرب. أخي العزيز، بالنسبة للوضع التعليمي في محافظة مأرب الحمد لله، يعني حاولت المحافظة منذ وقت مبكر عندما هجمت الميليشيات وقامت بتدمير بعض المدارس في المديريات التي كان يتم قصفها، كان هناك خطة لاستيعاب الطلاب وأيضا إعادتهم إلى المدارس، وكان هذا أيضا بالتنسيق مع الأخ وزير التربية والتعليم. هناك مدارس تم تدميرها، هناك أخوة لنا ضيوف ونازحين أتوا بأبنائهم، وطبعا منهم من الجامعيين ومنهم من المدارس، فكان هناك خطة لاستيعاب كل أبناء المحافظات التي أتت إلى مأرب، تكون هناك فترة مسائية. أما ما يخص المدارس التي تم تهديمها، تم هناك عمل
مخيمات سواء منظمات أو مانحة أو إنسانية، من أجل أيضا استيعاب. أيضا تم دعوة المدرسين في المديريات، وأيضا كان هناك لنا أخوة وأبناء نازحين من المدرسين، أيضا تم الاستفادة منهم وتوزيعهم على المدارس في مديريات المحافظة وأيضا في مناطق النزوح. المدارس اليوم مكتظة بالطلاب، وهناك كانت حاجة ماسة للمعلم وأيضا حاجة ماسة للكتاب، وتم في هذا الجانب إعادة بعض الكتب والتعاون مع وزارة التربية والتعليم الشرعية. وأنا سمعت الأستاذ العزيز عبد الله لملس وزير التربية والتعليم، هناك جهود وهناك تنسيق سواء في مجال الامتحانات أو في مجال استيعاب الطلاب النازحين. أيضا السلطة المحلية خذت على عاتقها بعض الكثير من النفقات التشغيلية لتشغيل المدارس واستيعاب أبنائنا الطلاب حتى لا ينحرفوا أو يسيروا مسار آخر، لأن الميليشيات الإنقلابية أتت للقضاء على العلم وعلى التعليم. هي تعرف أن العدو لها هو العلم، ولذلك قامت بتدمير المدارس وأيضا بتغيير وتحريف المناهج. نعم. كما سمعنا من الأخ الوزير، ومنها بعض المناهج التي وصلت وللأسف الشديد أنها كانت ممولة من منظمات مانحة، وكان المفروض أن تستغل استقلال أمثل هذا الكتاب، لأن الطالب هو مسؤولية في أعناقنا. المحافظة أيضا إلى جانب ذلك ومع الأخوة في التربية والتعليم وأيضا المنظمات الإنسانية، لكن لا زالت هناك حاجة في بعض المدارس تغطية المدرسين، الحاجة إلى الكتاب المدرسي، أيضا الحاجة إلى إعادة بعض النازحين في محافظة مأرب إلى المدارس وإلى التعليم في هذا الجانب. نعم. دكتور عبد ربك، كما تعلم يعني محافظة مأرب كانت قبل الانقلاب وقبل الحرب ربما قطاع التعليم يستوعب نسبة معينة، الآن ارتفعت أضعاف مضاعفة ربما إلى 10% عما كانت عليه سابقا، كيف تستطيعون توفير كل المناخ الملائم لاستيعاب كل هذا العدد الكبير الذين التحقوا بالعملية التعليمية؟ في الحقيقة كما وصفت فعلا، إذا كان سكان عاصمة محافظة مأرب تقريبا 40,000 نسمة، اليوم يقطن عاصمة المحافظة والمديريات المجاورة لها تقريبا 2 مليون نسمة. هؤلاء 2 مليون نسمة لديهم طلاب، فكان هناك المدارس تم فترة صباحية لأبناء المحافظة وأيضا من أبناء النازحين، وفترة مسائية أيضا تقوم سواء في مجال الطلاب أو الطالبات لتغطية الاحتياج. لكن مثل ما ذكرت لك لا زال الاحتياج قائم. أيضا ساعدنا أن احنا أيضا فتحنا المجال للأخوة النازحين، منهم مدرسين منهم معلمين منهم دكاترة، هم قاموا أيضا بالترتيب معنا في عملية في العملية التعليمية لتغطية المدارس وتغطية العجز في المدرس. فهناك فترة صباحية وفترة مسائية، الفترة الصباحية تكون لأبناء المحافظة وأيضا جزء كبير من النازحين، والفترة المسائية أيضا تغطي بقية النازحين في المدارس سواء على مستوى عاصمة المحافظة أو في أماكن النزوح. في العملية مستمرة. أيضا هناك كان ترتيب وساعدنا كثيرا، ترتيب الامتحانات، ترتيب إعداد المصفوفة التعليمية للطلاب، وهو التنسيق مع الأخوة في وزارة التربية والتعليم في الشرعية. ولكنني لازلنا اليوم بحاجة ماسة، هناك نزوح، هناك أيضا طلاب بعضهم، أنا صر الكلام هذا مسؤول عنه، أن نعم. هناك طلاب لا زالوا بحاجة إلى مدارس، مدارس سواء مؤقتة أو مدارس تعليمية. ونحن الآن على نهاية عام وامتحانات طلاب، ونحن في بداية إن شاء الله عام قادم سنأخذ بعين الاعتبار، لكن ندعو الأخ وزير التربية والتعليم لوضع خطة لتلافي العجز من الطلاب، لأن الطلاب بين خيارين، يا أما ويذهبوا ويتم إبعادهم عن العملية التعليمية ومن ثم ذلك يتم استقلالهم استقلال غير أمثل. ومحافظة مأرب اليوم إلى جانب البناء والإعمار أيضا جانب التعليم، فندعو أيضا المنظمات الإنسانية
أن تأخذ بعين الاعتبار ومساعدة المحافظة في تجاوز هذه المرحلة والظرف الاستثنائي الذي يعيش فيه وطننا الحبيب. وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا، كنت معنا من مأرب، وأعود هذه المرة إلى صنعاء مع الأستاذ محمد الأسعدي المتحدث باسم اليونيسف. مساء الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد الأسعدي مساء الخير. نعم مساء الخير، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. مرحبا بك أستاذ محمد، أنت كيف تنظر أيضا لقطاع التعليم والأثر الكبير الذي خلفته الحرب على هذا القطاع، وأين تكمن ملامح المشكلة من خلال متابعتك واطلاعكم في اليونيسف على هذا الملف الهام؟ بالتأكيد التعليم واحد من القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بهذه الحرب. المشكلة ومكمنها الأول ومصدرها الرئيس هو أن اليمن بلد فقير وبلد يعاني من تخلف تنموي مزمن، جاءت هذه الأزمات وهذه الحروب التي اندلعت مؤخرا وزارت من الوضع سوء. ملايين الأطفال قبل هذه الحرب كانوا خارج المدارس بسبب عدم وجود مدارس كافية، بسبب عدم وجود نظام تعليمي ربما ملائم، عدم توفر المعلمات للفتيات، عدم توفر أيضا مصادر العيش للأسر، وبالتالي الأطفال أول ما يبلغوا سن المراهقة يتسربوا من المدارس وينضموا وينخرطوا في سوق العمل لمساعدة أهاليهم وذويهم. كنا نتحدث قبل الحرب عن 1.5 مليون طفل خارج المدارس وهم في سن التعليم. اليوم زاد مع اندلاع المواجهات وتعطل المدارس واستخدامها من قبل الجماعات المسلحة أو تعرضها للقصف المدفعي أو القصف الجوي أو استخدامها من قبل النازحين، أكثر من 350 ألف طفل لم يعودوا قادرين على العودة إلى مدارسهم بسبب هذا الوضع الناتج عن الحرب. المشكلة الجديدة التي أضيفت الآن على مسألة التعليم هو تأخر رواتب المعلمين والمعلمات. أكثر من 166,430 معلم ومعلمة في 13 محافظة بوسط اليمن، وسط وشمال اليمن، لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكتوبر الماضي. هؤلاء معلمين ومعلمات لهم أسر ولهم أطفال ولا عليهم التزامات سواء كانت إيجارات أو مصاريف يومية أو غيرها. نعم. وبالتالي تراجعت العملية التعليمية، يحضروا عدد حصص أقل، لم يكمل العام الدراسي، وبدأت بعض هذه المدارس تقدم الاختبارات. نعم. وبالتالي ينحرم الأطفال ولا يحصلوا على التعليم. هل لكم نعم أستاذ محمد، هل لكم أي دعم بخصوص هذه النقطة، رواتب المعلمين أو توفير لهم يعني أدنى ما يحتاجونه لاستمراريتهم في تعليم الطلاب؟ لا تستطيع اليونيسف أن تكون بديلا عن الدولة. نحن ساعدنا منظومة التعليم للبقاء على نظام التعليم نظام وطني موحد في كل مكان في اليمن. نحاول بقدر الاستطاعة أن نساعد على تدريب المعلمين والمعلمات في المحافظات التي تضررت عن الحرب بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال عند العودة إلى المدارس. لحد الآن استطعنا من ترميم 619 مدرسة في تقريبا 15 محافظة يمنية من المدارس التي تضررت بالحرب سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي. استطعنا أن نوفر 800 خيمة كفصول بديلة في المدارس التي يسكن فيها نازحين أو تعرضت للقصف وباتت غير آمنة للأطفال حتى يتم ترميمها. قدمنا الدعم للطلاب الثانوية العامة وطلاب الامتحانات الأساسية العامة للجلوس الاختبارات سواء بنفقات تشغيلية أو طباعة أوراق الامتحانات أو تكاليف اللجان. لكن لا تستطيع أن تتحمل المنظمة كل هذه النفقات الكبيرة من أجور المعلمين وأجور الإداريين والمشرفين والموجهين. نعم. طيب أستاذ محمد، وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة الشرعية أعلنت أنه لن تتعامل مع المنهج الذي اعتمدته سلطات الميليشيا في صنعاء والذي دعمتم أنتم في طباعته نظرا لوجود تغيير يحمل صيغة طائفية بحسب وزارة التربية والتعليم التابعة للشرعية. هل لديكم في أجندتكم خطة لدعم طباعة الكتاب المدرسي وفقا للمنهج القديم الذي تريد الحكومة الشرعية ووزارة التعليم يعني طباعته مجددا في المناطق المحررة؟ أولا اليونيسف دعمت الكتاب المدرسي للطالب اليمني، لم تدعم الكتاب المدرسي لأي لطالب معين أيا كان، لا في الشمال ولا في الجنوب، لا نفرق بين هؤلاء
الأطفال. ومسألة التعليم ينبغي أن ترقى وتكون فوق كل الاعتبارات وفوق كل الخلافات السياسية، بحيث لا يتعرض الأطفال إلى التشويه. اليونيسف ستواصل دعمها للتعليم والتنسيق مع السلطات المختلفة في اليمن، بحيث يتمكن كل طفل وطفلة في اليمن من الحصول على حقهم في التعليم بدون أي نقصان أو حرمان. المسألة هي أكثر بكثير من مجرد إشكالية طباعة كتاب مدرسي أو غيره. هناك منظومة تعليمية متكاملة بحاجة إلى إيجاد ضمانات على مستويات عليا بأن لا يتم المساس بالنظام التعليمي والبقاء عليه نظاما وطنيا موحدا قائما يقدم خدمات لكل الأطفال بدون استثناء. إذا ما وجدتم أي تحريف ربما في المناهج التي تريدون طباعتها ولا تتوافق مع ما كان المناهج عليه سابقا، هل لكم يد في إيقاف مثل هكذا تحريف أم أنكم تدعمون الجميع وبدون استثناء؟ نحن مسألة دعم الطباعة في الكتاب المدرسي متوقفة تماما بعد الإشكالات الأخيرة اللي حدثت. نحن طبعنا كتاب الصف الرابع والخامس والسادس الأساسي للأطفال في الجمهورية بشكل عام. التغييرات طرأت على كثير ربما من المقررات، لكن الكتب اللي دعمتها اليونيسف والتغييرات التي طرأت عليها فقط في كتابي اللغة العربية الصف الرابع والخامس، وكان تغييرين رئيسيين فقط. بغض النظر ما هو التغيير وما حجم التغيير وأينما كان، نحن نقول أن ينبغي الحفاظ على المنهج التعليمي القائم بدون أي تغيير، حتى لا يصبح الحديث بدل عن التعليم يتحدث عن الجدل عن المواضيع الثانوية. بالفعل الأساس هو أن يتلقى الأطفال في كل اليمن تعليما وطنيا واحدا متفق عليه جميع الأطراف، من دون أي تدخلات من الأطراف، لا من هنا ولا من هناك. مؤتمر الاستجابة الذي سينعقد قريبا في جنيف أستاذ محمد، هل سيكون التعليم في اليمن على أجندة هذا المؤتمر؟ بالتأكيد المؤتمر المانحين سينعقد غدا في جنيف وسيكون بتمثيل على مستوى عالي، سيمثل اليونيسف المدير التنفيذي لليونيسف السيدة أنتوني ليك، وهو الشخص الأول في اليونيسف في نيويورك. هذا المؤتمر هو للمانحين للحكومات بشكل رئيس. اليونيسف ستعرض لهذا المؤتمر احتياجاتها التمويلية لخطة الاستجابة في مختلف القطاعات التي تغطيها: قطاع المياه والإصلاح البيئي، قطاع الصحة، قطاع التغذية، قطاع الحماية الاجتماعية، وأيضا قطاع التعليم. وبالتالي سيكون في مكونات التعليم دعم نظام الوطني الموحد الواحد في اليمن، وأيضا توفير إمكانيات ترميم بقية المدارس التي تعرضت لأضرار، سواء كانت أضرار جزئية أو أضرار كلية من هذه الحرب، إلى جانب دعم الأنشطة الدائمة اللي هو مسألة العودة إلى المدرسة. ندعم قرابة نصف مليون طفل في الحقائب المدرسية وغير ذلك من الأنشطة المختلفة. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم اليونيسف الأستاذ محمد الأسعدي. الشكر أيضا لوكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، والشكر أيضا لمعالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله.